حصل في حاجة. تاني حاجة، دخول الشركات المصرية للمجال تم تحت ضغط الـ NGO والنقابات زي نقابة الصيادلة، ودي حاجات معروفة. لو رجعنا للميديا وحضراتكم بقول ما كانش في وسيلة، في أخطاء حدثت. وكان مفروض إن قبل ما أبدأ العلاج القومي حتى بخطة هذه اللجنة كان مفروض يتعمل استقصاء وبائي. بمعنى إيه؟ مشكلة عندنا إن احنا معظم مرضى فيروس سي لا يعرفوا إنهم عندهم مرض فيروس سي، فلازم إن أنا أعمل خطة واضحة وأشارك معايا كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والصناديق الضخمة في هذا الموضوع. أولا هو موضوع مكلف جدا، موضوع هياخد وقت، بس المردود بتاعه هيبقى يعني أفضل بكثير جدا من الانتظار ومن الديناميكية اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت. بمعنى ايه؟ ده وقاية واكتشف المرضى يا أستاذ محمد، اكتشف المرضى طبعا دي مهمة جدا. ليه بقى؟ مش عارفين هم مصدر العدوى. يعني انا مش عارف ان انا مريض وبدخل بشيل سنان وبعمل وبتاع، ممكن مكان لغايه دلوقتي ما نعرفش بالظبط. فيروس سي هو المشكله الصحيه الاولى في مصر، وهي لازم تتعمل ثوره وتفكير من خارج الصندوق. وقلنا يا جماعه انتوا دلوقتي اللائحه 367 لسنه 2009، واخد بالك يا استاذ محمد؟ دي المحدده شغل لجنه قوميه، هما ما كانوش عارفين هيئه المكتب. مبتدأ دوت كوم.